هل لنا أن نحذر ممن يكفر ابن حجر والنووي رحمهما الله؟ انصحوهم يتركون هذا العمل، هؤلاء جهال. ولا ابن حجر والنووي أئمة، ولا أئمة من أئمة المسلمين ومن المحدثين، ولهم فضائل. وإن كان حصل خطأ من بعضهم في نقل النقلة، الناقل ربما يكون أنه ما الناقل ما عليه شيء، ناقل الكفر ليس بكافر كما يقولون، فهم ينقلون في الشروح وفي أقوال الناس، لا عليهم في هذا. نعم.